متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية التي تحدث بها عن أحوال الطقس خلال هذا الأسبوع الذي يتوقع أن يحمل بعض التغييرات في الأحوال الجوية والتقلبات، خاصة كلما اقتربنا من نهاية هذا الأسبوع. نبدأ بالأحوال الجوية. متوقع يوم الأحد فرص لبعض الأمطار المحدودة في منطقة القصيمة، ربما تكون رعدية أحيانا، تمتد بعض من هذه السحب إلى بعض منطقة حائل وجنوبا تقترب من مدينة الرياض، لكنها على شكل زخات خفيفة إجمالا في تلك المناطق. تسجل درجات حرارة صغرى منخفضة عموما، تكون تقريبا 6 درجات مئوية في المنطقة الشمالية و11 درجة مئوية في المنطقة الوسطى و12 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، وبالتالي تسود أجواء باردة حتى على سواحل الخليج العربي. أجواء مستقرة في تبوك وفي عموم مناطق غرب المملكة مع أجواء طبعا أكثر دفئا. أما يوم الاثنين فتبقى فرص الأمطار في تلك المناطق تقريبا في منطقتي القصيم وأيضا أجزاء من منطقة حائل، في حين تضعف فرص الأمطار في الرياض مع ظهور لبعض السحب والغيوم، وتتحسن فرص الأمطار في مناطق جنوب غرب المملكة، وتبقى درجات حرارة على ما هي عليه تقريبا 32 درجة مئوية في المناطق الساحلية نهارا بما فيها جدة، 20 درجة مئوية في تبوك شمالا، 21 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، 21 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 17 درجة مئوية في المناطق الشمالية، و22 درجة مئوية في المناطق الشرقية من المملكة. يوم الثلاثاء تقريبا يستقر الطقس في عموم ومختلف مناطق المملكة مع أجواء مشمسة ومستقرة لكنها باردة في ساعات الليل، وتكون معتدلة في ساعات النهار، ولا تغيير كبير في درجات الحرارة، وتبقى فرص الأمطار واردة في جبال جنوب غرب المملكة، ربما تمتد إلى بعض المناطق الساحلية مثل سواحل الليث والقنفذة أحيانا في ساعات ما بعد العصر. يوم الأربعاء تتحسن فرص الأمطار في المناطق الغربية من المملكة بما فيها مناطق الساحلية، ربما هناك نراقب فرصة لبعض الزخات في مدينة جدة بالإضافة إلى جبال جنوب غرب المملكة، مع تراجع قليل في درجات الحرارة في تلك المناطق، ولا تغييرات هامة وكبيرة تذكر في باقي مناطق المملكة مثل الرياض والشمالية والشرقية بالإضافة حتى للمناطق الشمالية الغربية. تبقى الأجواء مستقرة ولا تغييرات كبيرة على الأجواء. يوم الخميس يتوقع أن تعاود الأجواء تعود الاستقرار من جديد، لكن هناك نشاط في سرعة الرياح، تتحسن الأمطار أكثر في مناطق جنوب غرب المملكة، ولكن كما تلاحظون لا تغييرات هامة على درجات الحرارة في المملكة، سوى هناك ارتفاع واضح درجات حرارة في بعض مناطق الوسطى والشرقية بما فيها العاصمة الرياض التي قد تسجل 26 درجة مئوية يوم الخميس المقبل. أما يوم الجمعة فنراقب هنا في مركز طقس العرب تطور أحوال جوية غير مستقرة، قد تكون على شكل حالة مطرية في أجزاء مختلفة من المملكة، ربما تطال المناطق الوسطى والغربية والأجزاء من المناطق الشمالية الغربية، لكنها غير واضحة المعالم حتى اللحظة، وبالتالي ندعو الجميع إلى يعني استقبال التنبيهات أو إلى التريث لحين وضوح هذه الحالة الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة بمشيئة الله تعالى. ذلك يقابله نهاية هذا الأسبوع انخفاض حاد وكبير جدا عن درجات حرارة المناطق الشمالية من المملكة، والتي ربما تسجل درجات حرارة أقل خلال هذا الفصل حتى الآن. في المنطقة الشمالية قد تنخفض درجة حرارة إلى درجة مئوية واحدة فقط، هناك توقع بتشكل الصقيع في أجزاء واسعة من المملكة. كملخص، أجواء مستقرة هذا الأسبوع في مناطق مختلفة من المملكة، لكن هناك توقع لهطول الأمطار في القصيم وحائل يومي الأحد والاثنين، أمطار في جنوب غرب المملكة لعدة أيام، تمتد ساحلية أحيانا إلى يوم الأربعاء، ربما تطال القنفذة والليث وحتى جدة. يوم الخميس والجمعة انخفاض كبير متوقع درجات حرارة شمالا، يقابله ارتفاع في درجات حرارة جنوبا، ونراقب تطور أحوال جوية ماطرة بمشيئة الله تعالى خلال نهار يوم الجمعة أو حتى السبت المقبل بمشيئة الله تعالى. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.